انت ما تيقتيش راسك؟ اقسم بالله انا ما عرفت راسي. انا سقسيتك قلت لك واش هذا هو انا عثمان، يقولوا لي احنا ما غاديينش بك للحبس، الا خليناك في الزنقه وديناك للسبيطار تعالج اتهرب، ما ديوك للحبس اتعالج. دابا ما كديوك باش نتعالج الله يكثر خيرهم، حيت هذاك السم وداك المخدرات يعني صعاب من هذاك الدنيا ديالو. صعيبه باش يقدر الانسان يزولها، راه والله ما يزولها، ما يكذب عليا حتى واحد. اللي كيف ديك البليه ما يقدرش يزول، سوا يسدوا لك شي بلاصه، سوا يسدوا لك شي بلاصه. كان كيديوني انا كيديوني للحبس الله يكثر خيرهم، انا ما كيحسبوش حبس، كيحسبوا علاج. علاج انا ما نسالهمش الخير ديالهم، حتى في الحكم كيتعاملوا معايا 10 شهور، اللي كيبيعوا كيطوا مع ماين 3 سنين، انا كيطوني 10 شهور. كنتعالج مي كنخرج كيتلاقاني شي واحد فيهم، دير عقلك اخي جواد، انت ماشي داك الشيء بعد ما د البليه بعد ما كذا هادي كنبقى غادي انا واحد المسيره شهرين وهادي، وما كنعرفش كيفاش كنولي نكميها عاود نفس المنظر، عاود كمي عاود وكذا وهادي، وجيب بيع وهادي والسالك رجع للحبس نفس الروتين نفس المنظر. من بعد بقيتي كتدخل وتخرج تدخل تخرج لهذاك الهيروين، شحال مدخله؟ ونسيت شحال مدخله، وشي 16 ولا 17 والهيروين شي 8 دخلات، يعني كتدخل وتخرج تدخل وتخرج. ونسيت انا بقوه ديك الهيروين اللي كانت فورماطا كتفورماطي، كندخل وكنخرج والله ما عقل شحال من دخله داخل. كنخرج كنكمل النهار الاول، قوت الاعصاب والمشاكل، ومرات لقاتني اصاحبي قالت لي بركه من الحبس ولا اما انا اما الحبس. ملي شافتني انا ما درتش عقلي مشات صيفطت لي الطلقه ديالي، جاتني حتى لوطيطه حتى الحبس. كنت في وطيطه جوج سيدي قاسم، جاتني الورقه ديالي حتى تما ديال الطلاق. حيت هي شرطات عليا قالت لي يا اما انا يا اما الحبس، دير عقلك وربي وليداتك وبعد ما تشي هذا، اولا انا راه نسالي ونهز الوليدات ديالي وما نتبعك في والو، الله عاون دير عقلك، انا ما خصني منك والو، انا نخرج نخدم انا نعاونك. انا هادي عيقتي قالت لي واش انا مجوجه بالحبس، ولكن الحمد لله دابا صافي انا وليت انسان اللي كنت قبل، اللي كنت قبل 96، هذوك اللي خرجوا عليا في 96 مو السبب ديالي فهاد 17 دخله ولا ما عرفتش انا شحال. يعني دابا انت كتقول دابا انت ماشي هو السبب ديال الحاجه ديالك تشردت، السبب ديالك هما المخزن ديال 96. المخزن ديال 96 هو السبب ديالي اللي شرد لي الحياه ديالي، ماشي شردها، خرج عليا وخرج على ولادي ووالديا وتا خوتي، ما راه خوتي مابقاو شي كيحملوني يا صاحبي، والسبب ديالي هما هذوك الناس دوك اللي تعدوا عليا وخرجوني للطريق هذا. انا ماشي داك الشيء هادي، انا انسان مسالم نيشان نيشان، ما كنعرف نكذب، ما كنعرف نسرق، ما فيها تخرويض، ما فيها حتى شي حاجه. هذوك الناس خرجوا عليا، وانا دابا الحمد لله تبت توبه خالصه صافي. وشنو هو السبب باش تبتي؟ شنو اللي جعلك تشوب وجعلك يعني صافي تسالم هذا الشيء كامل وتقول جواد اللي كان راه ما بقاش ولا جواد واحد اخر؟ شنو هو السبب؟ السبب اخي عثمان هو فهمتي كثره التكرار يفهموا الحمار، كثرة التكرار يفهموا الحمار وفهمها انت كيف. يعني داك الشيء اللي وقع لك المره الاولى وقع لك المره الثانيه الثالثه الرابعه بزاف، كيقول لك الدب كدوز عليها مره واحده وانت يا دازت عليك 40 والو والو. اذا انت ماشي دب قرش. انا قرش، لكن بغيت نسولك واحد السؤال، يعني كيف ما كنعرفوك انت يا قرش، يعني تواك هذا اللقب قرش، يعني كنت شي واحد الانسان يعني مفورمي كتشغام، يعني داك فهمتي داك الصوت ديالك هذيك الهيبه ديالك سماوك قرش، ولكن واحد العام وليتي كتمشي بحال الدلفين. انا ما بقيتش قرش، ماشي دلفين، كبايا ولا شي كبايا. شبرت الفريمه ديالي، قلت انا عنتوب ما نزيدش ندير شي حاجه باش فهمتي، يعني نكسب ثقه الناس اللي كانوا كيتشقوا فيا شحال هادي. وتوفى لي الوالد في رمضان الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين، هو اللي جعلني نزيد نتوب. والاخوان ديالي صافي ملوني، يعني وصلت لواحد الدرجه معاهم اللي بقيت كنمشي ندقدق عليهم في الباب ما كيبغيوش يحلوا لي، رغم ما كيقولوا اللي كيكمل هيروين كيسرق الدار ديالهم كيدير اي حاجه، انا ما عمري درت هذا الشيء. يعني بقيتي كتحس براسك يعني انت ماشي منهم؟ ماشي منهم، ولاو كنجي كندق انا عليهم ما عندي حتى درهم صنيع ناكل. ولكن كتعذرهم؟ كنعذرهم بطبيعه الحال، حيت انا يوم ينصحوني ونصحوني انا ما كنسمعش الهضره، ماشي ما كنسمعش الهضره، هذيك البليه اللي كنت تابع انا هي كتخرج على بنادم، ما كتخليكش دير شي حاجه، ما كتخليكش كتفورماطا، يعني انت العقل ديالك غايب. وهاد بغيت تنسجم مع الناس ما كتخليكش، يعني الدار ديالنا ماشي ضربوا عليا، يعني كندخل كيصبنوا لي كنهدوا، ولكن كنجيب شي سوايع ما كيحلوليش مرة. يعني انت بنادم عشان اللي جيت تشوف بنادم كتبلى بهذ البليه هذه اللي هي واحد البليه خطيره ومضره للصحه وكتقتل بنادم اللي هي السم، راه بنادم راه يقدر مثلا الدار ديالكم يخافوا يقدر تسرقهم مثلا. انا وصلت لواحد الدرجه اخي عثمان، الوالده ديالي جاوا عندها شي ناس قالوا لا مولاد البليه هادي كيسرق دارهم كيهز
الكوكو الطايبه كيمشي ديال البزنس كيبيعها له الكوكو الطايبه تقدر تهزو ديال البزنس فيها اللوبيا مثلا كاين الناس اللي دارتها تفهم اخو خاوتي اللي ما عندي اللوبيا كاين شي مبليين الله يعفو عليهم داروها شريو لا كيبيع له كوكوت بكل شيء ديالها انا وصلت واحد النهار الوالده نصبت عليا بثلاثه دبالج ديال الذهب مي قالوا للناس هاد الهضره هادي قالت راني نجرب ولدي واش حطت لي ثلاثه دبالج ديال الذهب اقسم بالله فري ذهب فري حطيتو لي فوق واحد الماريو هزيتهم وشفتهم وليت حطيتهم بلاصتهم قلت لها الوالده راه الدبالج حطيتهم الفوقي وهادي قسما بالله من ديك النهار الوالده كطيني 30 درهم 20 درهم في النهار 40 درهم ولات كتثق فيا ولات كتثق فيا انا اصلا ما عمري سرق وخا صغور وكذا وهادي فهمتي قلنا كنسرقوا ديك 5 دراهم الوالده ملي كنا صغار كنمشي ندخلوا بها السينما هادي ايوا المهم الخرجه الاخر ديال 2022 كيفاش خرجتي حتى لدابا شنو درتي وشنو فكرتي دير وشنو اللي جعلك تشوف يعني كيف ما قلتي لنا سابقا بان الوالد ديالك توفى وانت في الحبس يعني ما طلبتي شي حاجه باش تخرج تشوفو تحضر الجنازه تحضر الدفينه مازال ما طلبتي شي طلب خميس عيطت للوالده قالت لي الوالد ديالك راه ما بين الحياه والموت المهم انا داير ديك الفكره ببالي الصباح جا موظف في ياقني خرجوني لعند المدير جبرت اختي تما كتبكي عنك حتى بقيت كنبكي عزوني المدير قال لي بامكانك تخرج تحضر للجنازه وتولي ولكن انا شفت اخي عثمان غنخرج الاخر عيدي واش جبانيه الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين وانا غنحضر هذيك الساعه وعيولي يرجعوني للحبس يعني الوالده غتبكي جوج مرات غتبكي على الوالد اللي داواه غتبكي عليا انا اللي سبع شهور ما شفتني مع مراه كبيره شويه ما جاتش عندي الزياره مره غتبكي جوج مرات فكرت قلت انا صافي بلا ما نخرج فهمت غنخرج ولا يرجعوني بلا ما نخرج ما هما بغا يساعدوني انت ما بغيتيش انا ما بغيتش فكرت يعني قلت لك شنو كاين ملي كانوا كيجيو عندك الوالدين ديالك ايامات ملي كانت الوالده صحيحه وكتجي لعندك يعني بعض الاحيان الوالدين كيكبروا ما كيبقاوش يقدروا يجيو لعندك للحبس ديك العذاب ديالهم كيتعذبوا يجيو لعندك للحبس ويجيبوا لك الماكله واخا هكاك كتولي تخرج ولي الدخول يعني هذاك ما ندمتيش على هذاك دابا ديك العذاب اخي عثمان اللي كيجيو هما القفه وهادي كنحس به انا عا ملي كنكون في وسط الحبس ملي كتخرج كتخلف غير الخلفه الاولى على الباب كتنسى كل شيء ما يكذب عليك حتى واحد يقول لك راه كيبقى عاقل على القفه على القفه ولا تماره ولا المعاناه الوالدين ولا المعاناه الاخوان هي كتفوت غير الباب كتخلف خلف الاولى ما عمرك كنتي تما كاين شي كتنسى كاين شي حباسات اللي كانوا بعاد من المدينه اللي كتكون فيها نتايا الوالده مثلا ما قدرتش تجي لعندك واحد النهار اخي عثمان كان العيد صغير وانا في سيدي قاسم وديك الحبس ديال سيدي قاسم خارج على المدينه ب 18 كيلومتر وجات مسكينه 8 شهور ما شافتنيش واخا كنت في العرايش وكانت مريضه وهذا ما جاتش عندي مشيت سيدي قاسم قالت مسكينه بوريان نمشي لعندو كل العيد كل العيد صغير ونسات لاكارت والله ما دخلتش جات دخلت اختي كتبكي جاب لي الله وقعت شي حاجه مي قلت لها مالك اختي قالت لي انا الوالده راه نسات لاكارت وفهمتي وكترغبهم يعني هي تبقى برا وتدخل غير الوالده تشوفني والله ما خلاوها هذيك بغيت ننتحر انا بغيت ندير مشناقه بصح يعني واحد الطريق بعيده مشات دخلت لداخل الغرفه درت مشناقه وكنشنق راسي والدراري صحابي بقاو كيصبروا فيا وانا كنبكي وهادي والوالده 8 شهور وما جا من العرايش والبعد والطريق والحراره رمضان جاب شهر 6 اصلا سيدي قاسم فيها الحراره كاين بعض المرات عاوتاني كيكونوا داك الناس اللي كيخدموا تما كيديروا القانون ديالهم ولكن يقدروا يتساعدوا مثلا بحال هاد شي يقولوا يتساعدوا معك يعني ماشي شي حاجه كبيره عاد تدخل تشوفك واحد 5 دقائق مراه عندها 70 عام جات من العرايش بقاو التلفه مسكينه اللي غاده مع الربعه الصباح شبرا المركب تاع سيدي قاسم نسات لاكارت اختي عطاتهم لاكارت ديالها وهي ما تدخلش تدخل الوالده ضمناتها زعما وهذاك ما بغاوش قلت ما عزيتش تدخل لهذا الحبس ما تزيدش الطف بهذا الشيء هذا هويا شنو هو السبب شكون اللي قال لك انا ما نوليش ندخل لها شكون اللي قال لك انا ما نوليش ندخل لها الا تعدى عليا بنادم ما نسمحش في حق اخي يعني في هذا الوقت اللي حنا فيه دابا يقدر بنادم يسمح بحقه وما يوليش يدخل هذاك الحبس واخا تسمح بحقك ماشي مشكل كان يشوف واحد المجتمع ما كيرحمش الا ضربك شي واحد وسمحتي له غيولي يضربك واحد اخر غيولي يضربك واحد اخر غتولي عرضه للضياع ولا عرضه للضرب اقول دابا فهم بحال اللي كامونيك كلشي كيضربوا اي ضربك بنادم الا انا ووالديا ولادي ما يقرب ليش بنادم وانا ما نقربش لبنادم انا اصلا ما بقاش عندي مع بنادم المهم دابا شي خصك المهم خصك باش واحد الناس تحاول تجنب هاد الاخطاء وتجنب انا كنوعدكم اخوتي من بعد ما تشد المخدرات اصلا بعدت
نار اللي هدف في الحبس صافي سيفيني قلت انا توبه خالصه ام بعد ما تشد مخدرات وتشي اللي كيؤدي للسجن كامل بعدت منه والله بعد حتى كل شيء حتى شي هذا ما كيؤديش شي حاجه مزيانه داك الشيء اللي جمعتيه في الحبس تولي طب اللي جمعتيه في الزنقه تولي طبوا في الحبس تولي تكسروا في الحبس المهم دابا خرجتي هذه الخرجه الاخرى من خرجتي لدابا شنو درتي دابا ما يخرجش شحال دابا باش خرجتي دابا ماشي بزاف اليوم شهرين انا نعاود لكم الدخله اخوتي الاخريه 16 9 ديال 2021 حكمت عليا المحكمه ب 10 شهور بقيت فيها ثابت داوني الحبس ديالي مشيت للمكناس تنقول لكم حبس ما بيه شي المهم بخير انت مجون قبل على كل شيء بزمنك شي 14 يوم تما صبحوا على خوك عاود يا جماعة حوايجك ويلي كل مرة غادين بيا غادين بينا الأزرو جيبة عامرة بجندارم غادين بويكا واو واو طوط طوط كيفاش واش خايفين زعما تهرب من ديك فرقونيطة ما نعرف واش خايفين تهرب ولا شي حاجة هادي تكون عيطتي شي واحد يتلاقاك يقلب ديك فرقونيطة وليدات هذيك موظفين المهم موظفين المغرب كامل كنشكرهم على حسن المعامله اللي كيتعاملوا لا ما يكذب عليكم شي واحد يقول لكم راه موظفين كيتعداو ولا ما دير شي ما تخافش طلبتي الحقوق ديالك اعطوهم لك ما كايضيع والو بغيتي الطبيب كيطيو لك بغيتي التليفون كيطيو لك بغيتي اللي بغيتي المهم ماك لهاد الحبس راه عندك كل ما عندك شي راهي قدامك ما كيضيعوك من والو ملي ساليت 10 شهور ديالي بقى خصني نخلص اختي رغبتها قلت لها تسلف الفلوس وخلصني وما تخلينيش هنا ازرو فيها البرد وانا مناطي بقى قلت قالوا ما كايناش بعت الكواش ديالي بعت البيارات اللي كنت غطى بهم بعتهم شنو البيارات مو منطاش مو منطاش الغطاء بعتهم باش نكمي بغدايد فهمت يعني ساليتي الحبس ديالي وبقات لك الديوانه بقات لي الديوانه اما تخلص ولا تضرب اما نخلص 3500 درهم ولا نضرب فيها عام الحبس يعني كتجيك 1000 فرانك في النهار الفرانك في النهار تضرب عليها عام الحبس 350 فرانك 3500 درهم تضرب عليها عام وديك الساعه انت ما عندكش الفلوس ما عنديش الفلوس ورغبت اختي وتسلفاتهم ملي تسلفاتهم بغات تخلص قالوا لا سنا فوتوكوبي ديال لاكارت هنايا وانا عندي لاكارت معايا في الحبس ملي رغبتهم قال لك حنا نصيفطوها لك ولكن هما ما كي واخا كيصيفطوا شي حاجه ما كتوصلش علاش هما ما كيخلصوش البريد البريد الا عطى شي حاجه خصو يتخلص ولكن ما قال لي واحد ثاني ديال المدير ما يكثر خيره قال لي عندك حل واحد يجي شي واحد مع عائلتك لهاد الحبس هذا يدي فوتوكوبي ديال لاكارت ويمشي يخلص لك وانا راه ما عندي حتى واحد عندي اختي راه عندها سبعه د الاولاد مسكينه وهذه اللي عاد كتكافى مع ولادها ما تقدرش تجي عطوني كونطرات شهر نهضر بها وتسالت لي وخصني نهضر ديال التليفون وتسالت لي وما داك موظف كيخدم معايا القانون بعض المرات كنرغبو كيعطيني وبعض المرات ما كيبغيش يعطيني واحد النهار درت 10 ايام وانا داير اضراب عن الطعام باش يفكوا معايا شي حل ما كتاكل ما كتشرب ما كناكل ما كنشرب داير اضراب عن الطعام وجا عندي داك ثاني هذا قال لي راه صيفطتهم لك وصيفطتهم ولكن البريد ما كيديهمش حيت ما كيتخلصش وليت فسخت قال لي راه صيفطتهم لك وليت عاود فسخت اضراب عن الطعام وليت عاود عيطت لختي قالت لي باقا ما وصلتش وليت درت مشناقه واحد النهار قطعت هذيك السنته اللي في المنطه وفتلتها وعلقتها بواحد الشرجم وجاو عاد الدراري فكوني صاحبي الكابينه ملاصقه ما فيك الناس شافني واحد صاحبي سلاوي سميتو ياسين الله يكثر خيره والله تعتقني من الموت واش بغيتي باش تخلعو ولا بغيتي تهد بصح وصافي يا صاحبي وانا 1000 فرنك في النهار نضرب عليها عند الحاج وراه درت هاد بصح علاش نخلعهم انا هادشي فيه الخلع ولا درتها وزقت بصح وانا بالضحك ودرت هاد بصح صافي ما بقات لي حياه لانها البطاقه باش يصيفطوها لاختك فوتوكوبي يعني لاكارت تبقى عندهم يصوروا لي ويصيفطوها لي يا شي واحد كان يقدر يساعدك شي موظف في الواتساب يصورها وصيفطها ويصيفطها لي سهله فهمتي ولكن ما كايناش المهم ما علينا واحد النهار قلت لك شنقت راسي واحد النهار شنو درت جمعت انت عندك مريض بالمعده الاخر مريض بالراس الاخر كله كنسالو شي باستيه الله يرحم يمك المعده الاخر الكرش جمعت شي 20 باستيه وكليتهم بدقه كنت باغي ننتحر سيم بالله عاوت واحد رئيس المعقل كاب عليا بوبري واحد الماء فيه شي دواء ولا هادي ولي تقيد داكشي كامل اعتقني من الموت عاود المهم واحد النهار اي صدفه رغبت ديك موظف كنت كنقول له مر الاولى انا باغي نجمع الفلوس باش نخلص الديوانه وقال لي وانت هاد الفلوس هادو باقي ما بغاوش يتجمعوا لك اصاحبي قلت له الله يرحم والديك السي سفيان دابا انا فلوس تجمعوا خصني غير فوتوكوبي ديال لاكارت نشوف واش وصل قال لي قلت له الناس كطيها 4 دقائق
انا عطيني اي جوج. قال لي واخا صافي تسنى هنايا من بعد طاني نهضر. مي طاني نهضر عيط لختي قلت لها الو فينك انت واش وصلاتك فوتوكوبي؟ قالت لي لا. قالت لي انا في الباب. قلت لها شنو انت ديري تما؟ جاب لي الله مشات للحبس العريش قلب واش عندي شي فوتوكوبي د لاكارت. قالت لي لا انا في ازرو. تخلعت اصاحبي طلعت من العريش الازرو حتى الازرو. الراجل ما كيقدرش يمشي تما الزياره انت خا ولا هادي. علاش ما كيقدرش يحط الحبس بعيد؟ حيت جا بعيد وخلاو القيفار والاخر شي ما كاينش المركو جا في الطريق. وقالت لي انا هنا وراه مبغاو شي يعطوني فوتوكوبي د لاكارت. قلت لها تسنى وكش غندخل غندير شي حاجه في راسي ما نكذبش عليك غندير شي حاجه في راسي باش يقولوا لي علاش. نقول لهم انا اختي راه في الباب وهادي. جبرت واحد الموظف الله عمر راسله سي عثمان كنسميه وكنحييه وكنعطيه تحيه. سي عثمان هو اللي كان شاف كارطه لينا ازرو. شافني وجهي مغير قال لي مالك اخي جاود هيدا مالك اخي جاود شو الناس كيفاش عامله هذا موظف يعني عاود مخك ما سوقوش فيك. قال لي مالك اخي جاود مغير. قلت له راه اختي هنا في الباب وما بغاوش يطوا فوتوكوبي د لاكارت. قال لي صافي كون هاني. قال لي انا نخرج طيله بيدي. كخرجوا الساعه د الغدا مع 12 شطاه انا بقيت واقف في الباب شابر ديك القطبان الحديد شابر فيهم وكنتسناه فوقاش يدخل مع الجوج. مي جا كيجا قلت له السي عثمان. قال لي اقسم بالله تعطيتها فوتوكوبي د لاكارت. وسمعت الهضره وفري يسمع الهضره حيت هو مشي الخدمه ديالو يعني وخدمة ديالو الساروت يعني تعامل معك فوق تعامل معايا دام شي خدمة ديالو وديك اللي مقابل ديك الشيء يسمعوا الهضرة. المهم صحابي قلت لهم انا راه جات اختي سي عثمان عطاها فوتوكوبي د لاكارت رداتها غدا نخرج بحال يا خوتي بسلامة. فرحت كيعطوني شي دواء النعاس تما كنت كنستعملو من نهار اللي دخلت وانا كنستعملو اللي عاوني على العلاج ديال هذاك الادمان. العلاج ديال الادمان كيعطوني شي باستيات هنا في العريش الناس باش نعاون راسي بالناس الله يكثر خيرهم. عندي الوصفه الطبيه ديالي مشي طاهم لي من عندهم الوصفه الطبيه عندي كنت باقي كنستعملهم حتى لديك النهار. ديك النهار كنت واكلهم ما هادي وبقيت كنتسناه وما نعستش وما طاهم لي في الصباح وما نعستش وما هادي حتى جا السي عثمان وهضرت معاه السامي وصلت الربعه د العشيه نعس. انا قلت راه حتى الغداء تمشي بحال العرايس وغداء تخلص لي الجمعه غادا نخرج بحالي. لا هي صيفطات غير في الواتساب واختي اللي هنايا خلصت الاخرى تما والاخرى كتجري هنايا جري من المقاطعه لهادي 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 الجمارك حتى انا نعس. ناس بديك الدواء الناس صافي غيبت. ملي جاوا الموظفين كيقلبوا لي ما السد العشيه يفتحوا لي مشي بحالي تخلطوا لي مع الحلامه فهمتي. بقيت كنحلم اصاحبي قوت عييت فهمتي النهار كامل وانا هادي وانت كتعرف كتسنى تخرج 11 شهر الحبس كتسنى تخلطوا لي مع الحلامه نحال جا واحد اخر ناض 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 انا ناعس ميت. وجا عاد الدري صاحبي ياسين فيقني نوض لبس السروال ديالي كصادو راس برديل انا مسيزي القرش خارج هاو ولكن راه خارج واحد اخر ليمبيو ليمبيو. ملي خرجت بان لي عالم اخر ماشي كيفاش كانوا كيوصفوا لي. وواحد الساعه كنشوف اختي خارجه من بين واحد جوج طوموبيلات شغنقول لك اخي عثمان انا جاب لي الله الجن والله حتى جاب لي الله الجن. علاش؟ حيت الراجل ما يقدرش يبقى حتى السته ونص في ديك البلاصه جبرتها هي بوحده اللي كاينه في ديك الخلا والقيفار جاب لي الله الجن. بقيت كنشوف لها في رجلها متاكد منها راه عندها. علاش الجن ما كيكونش عنده رجلين؟ ما كيكونش عنده رجلين اصاحبي. انت شايف شي جن بلا رجلين؟ انا ما كيقولوا بان الجن ما كيتسيفش بالرجلين البشر كيولي عنده رجلين البقره ولا الماعز ولا المهم عنده رجلين صافي عرفتي. المهم شفت عندها رجلين بانت لي خوادريه عنقتني كتقول لي مسكينه ما تدورش موراك ما تدورش موراك يعني ما توليش تشوف باش ما ترجعش حتى هذه من الاسباب ديال التوبه فهمت. المهم تلاقيت اختي مسكينه عنقتها بوسه عيطنا للوالده رانا خروج. قالت لي لا سلامتك خوتي عاود تهضروا معايا لا سلامتك. الحمد لله اخوتي دابا انا تبت واش غنقول لكم باللغه ديالنا. انا عقت 26 عام اللي ضاعت لي من حياتي كامله حبست. المهم الحمد لله درت فيها ثلاثه البنيتات الله يخليهم لي والله يخلي الاولاد المسلمين كاملين. اجي نوريكم اخوتي فين 20 عام وانا ساكن ما تيقوش. ها انتم اخوتي فين ساكن؟ قبار مترو 30 على 2 المترو 20 رجلي ما طواليت لا كوزينه لا والو. ها شنو يقول شي بنادم راه تيسا يبان له في الكاميرا راه تيسا ولا هادي. ها هو قال لا تيسا لا والو 20 عام وانا هنا وهادشي اللي استفدت والحمد لله انا حمد الله. المهم انا هنايا جا غدا ولا بعدو التريابت انا نستافد معاهم عاوتاني 60 متر ولا شي 50 ولا اللي جاب الله. المهم يعطوني غنبني ونسكن وليداتي ونحاول نرجع المراه ديالي وغنتوب توبه خالصه. هي اصلا توبت ولكن ما نزيد ندير والو. انا ساكن انتوما كيف ما كتشوفوا انا كنعس هنايا
والحمد لله بحال علاش كان كيجيني بحال الحبس حال الزنقه اش الشامبري الحبس الغرفه متسع ودابا انت كتشوف ها كاميتا ها الكريوا وهاي فيني لا كابينه لا كوزينه لا والو مازال الحبس راه كوزينه وكابينه وهاديو وكما ديالك متسع وهاديو ها الباب ها نتايا ها الحيط ها بريز او واش دابا اخوتي اللي كنبغي نقول ولا كنبغي نوصل راه هادشي ديال الاجرام راه ما فيه والو مخدرات وهادشي هذا راه تابعي الحبس وبنادم الحياه ديالو كضيع انا 26 عام ضاعت من حياتي ها مرات طلقتني انا بقيت بوحدي عايش هنا انا كنت عايش مع ثلاثه الوليدات واحد السعاده كانت ما تصورش المهم الانسان هو ما يقطعش الامل باقا صحيحه باقي هذه الحمد لله المهم اخوتي انا شاركت معكم القصه ديالي ولكن القصه ديالي ما كتشرفني شي وش غنقولوا الحمد لله وصلت لواحد الوقت اللي بقيت كنفضل الحبس على الدقاد ولكن دابا ملي استوعبت راسي وعرفت شنو كندير عرفت داكشي عيب فهمتش دازني من الحياه ديالي ما استفدت منه والو الحمد لله دابا انا راضي بقدر الله وانا عايش هنايا حدا الدار ديال الوالده كندخل ناكل ونشرب عندها كتصب لي كندوش عندها الحمد لله تم يجي البديل وهاد القصه ديالي يا اخوتي كنعاودها لكم ما خصنيش بنادم اخر يطيح في الموقف اللي طحت فيه انا حيت انا قلت لكم هادشي ما كيشرفش ونتمنى الانسان يدي العبره مني انا والسلام عليكم.